بسم الله والحمد لله، ربنا جعلنا دعاة السلام ووئام ومحبة يا رحمة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أيوة تبينوا ثبتوا، قال كان عندي مصادر المعلومات جاءتكم بها، مصادر كفرق من جاء وذوما زعما خطا كما تقولت غفل عنهم الصهاينة اللي يفسدوا العالم كله في عالم الصحف وعالم الأخبار وهذه قنوات مشهورة كيف كيما نيوز وكيما أسامي مقلبة الواحد، كل واحد يتفنن باش يخطف المغفلين، باش يقول لك هذه مصادر فكرية اللي أنا تو عبرت لك عنه، هذا مصدر سي ان ان وغيره وغيره. و نبينا عليه السلام كي بلغنا هالآيات هذه كما بلغ القرآن بكامل من اقرأ إلى اليوم أكملت لكم دينكم وشلع، هو يبشر وأمين، فلا بد أن يأتي بالقرآن من يعري الغير الأمناء من أهل الصحافة وأهل الضلالة وأهل كما تكونت نار كل داخلين بالهاتف ولا غير الهاتف داخلين في بلاط الظالمين من السياسيين المجرمين، وما عدا تم سياسيين برك هما بوليتيسيان يعني ياخذوا الاسم باش هكا ينومك، ولكن هو ما يهمه كان مصلحته، مين مش ينطر الدينار ولا ينطر اليورو ولا ينطر الدولار واللي بستثني قاتل ولا ليان ولا المبيد هات أو قول هات حتى يتيح قدرك عند المولى سبحانه وتعالى الذي لا يخبر عن شيء، وبعد يثقل حسابك وترى العجب قبل ما تقضي هذه الدنيا وتمشي في قبر إذا كان كتب الله لك قبرا وتلقاه قطعة من جهنم يعني والعياذ بالله حفر من نار، نسأل الله السلامة.